نظم الملتقى الموسع للشعراء في مديرية باجل أمسية شعرية لمجابهة العدوان السعودي الغاشم، مؤكدين صمودهم أمام جحافل العدوان. إلى التفاصيل. قل لجاري المدعي حب النبي، النبي وصى على حسن الجوار، أيها الدنيا اشهدي وتعجبي، جور جارتنا المزيف بالوقار، انظري جاري وما سواه بي، واسألي سلمان عن حق الجوار. الموهبة قامت اليوم بدورها، والكلمة أبرزت ما في معانيها، والشعر إحساسا ينبع في أعماق تهامة. أجمع عدد من الشعراء والأدباء في مديرية باجل لمجريات المعارك وسير الأحداث في البلاد بأن تهامة ستظل ثابتة صامدة أمام العدوان السعودي. نقول الآل سعود، الآل سلول، لحلفاء اليهود والنصارى، لعملاء اليهود والنصارى، أن الشعب اليمني صامد وقوي، وسيزحف عليكم، وستندمون أنكم اعتديتم على هذا الشعب المستضعف، الشعب الأبي، الشعب الذي يحمل تاريخ وعزة وكرامة، ولا يأبى ولا يرضى بالذل. الملتقى الموسع للشعراء والأدباء الذي يعد إنجاز عظيم يفتخر به كل شاعر، ومن خلال الملتقى عبر الأدباء عن شعرهم نحو الوطن، وبأن الحصار والدمار التي يقوم به آل سلول سينتهي في أقرب وقت. كانت هذه الأمسية العظيمة التي جاد بها الرجال، الشباب، أبناء هذا البلد الطيب التي يؤتي ثماره من لغويين وأدباء وعلماء وشعراء، فقد سررت هذه الليلة بهذه الأمسية العظيمة، وشاهدت هذا الفن العظيم من الرجال الأوفياء. فهذه المنطقة لا غرابة، هذه البلد ليست بغريبة أن يكون فيها العلماء والأدباء والشعراء والخطباء، فهي بلد الزبيدي الذي ألف تاج العروس. ما كانت الروح تصعد للسماء والجسم يدفن تحت التراب، كم من شاعر في الأرض معروف بكلمة الحق. لمياء الأديني لقناة اليمن الفضائية، الحديدة.